الحروب التي قام العرب بها مثل حرب تشرين، ولكن قبلت المنطقة باتفاقيات بدءا من اتفاقيات كامب ديفيد، ومن ثم جاءت بعدها أوسلو، وجاءت بعدها وادي عربة، وجاءوا علينا بمشاريع تصفوية، برنامج الشرق أوسط الجديد، وبالمقابل قاموا بأكثر من ذلك باستهداف المنطقة أكثر من خلال ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من هذا الهجوم الكوني على سوريا، حرب كونية. أسسوا وبنوا قوات الإرهاب التكفيري ودعموه من بلدان رجعية عربية، قامت هي بالتمويل وقامت هي بتزويدهم بالسلاح، وافتعلوا وقاموا بما قاموا به، ولكن رغم كل ذلك كان هنالك صمود وكانت هنالك انتصارات، لأنه في نفس الوقت وفي وجه هذه المعادلة وفي وجه هذا المعسكر كان هنالك معسكر هو معسكر ومحور المقاومة والممانعة. نحن هنا اليوم أيها الإخوة وفي آذار، ورغم كل ما يحدث، وقبل أن نبدأ في آذار نشير إلى ما حدث في الآونة الأخيرة، أن هذا الغرب الاستعماري بإدارة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قام بافتعال حروب وقام بتدخل خارجي عبر أدواته، كما يحصل في اليمن وكما يحصل في البحرين، ليساهم في تفتيت المنطقة. وطلع علينا جديدا في مؤتمر وارسو الذي أعلن فيه التطبيع علانية جهرا مع هذا الكيان الغاصب. بالمقابل ونحن في آذار، عندما نقول آذار، آذار بالمناسبة، نحن اليوم في ذكرى معركة الكرامة الخالدة التي شكلت في تاريخ الثورة الفلسطينية الانطلاقة الثانية، ونحن في نفس الوقت في ذكرى يوم في أجواء يوم الأرض عام 76، يوم انتفض الشعب الفلسطيني في مناطق 48 دفاعا عن أرضه وعن كرامته. ونحن في هذا السياق أيها الإخوة، كانت مقاومة الشعب الفلسطيني تزداد وتقوى شموخا وإباء، ونحن حتى لا نستطرد هذه المقاومة التي وصلت اليوم إلى ما وصلت إليه بالرغم من كل الصعوبات وبالرغم من كل حالات الانقسام. اليوم في غزة مقاومة أرست قواعد اشتباك ومعادلة اشتباك جديدة مع العدو الصهيوني. اليوم الضفة تلتهب، 48 ما زال صامدا شامخا متمسكا بأرضه، ونحن في الشتاء ما زلنا كما قلت بالبداية ثابتون على ثوابتنا. نحن اليوم جزء من محور مقاومة ينتصر ويتقدم. ها هي سوريا تنتصر، ها هو العراق انتصر بالأمس القريب، ها هو اليمن رغم كل الحرب على مدار 5 سنوات يتقدم بالانتصار، وها هم يطلبون وقف إطلاق النار ويريدون حلا سياسيا معينا لحل الأزمة والحرب في اليمن. إذن هم يجرون أذيال الهزيمة تلو الهزيمة، هذه هي الإدارة الأمريكية. من هنا نحن نقول أيها الإخوة والأخوات، ونحن اليوم في خضم الأحداث وفي خضم الصراع، نقول حتى تستمر المقاومة وحتى ننتصر في كل مكان، من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى إيران إلى البحرين، حتى ننتصر على معسكر الأعداء وعلى دولة الاستكبار العالمي، نقول لنكن جميعا صفا واحدا في جبهة وطنية فلسطينية أولا وعربية وإسلامية وعالمية، وحتى تمتد إلى فنزويلا، لنكن كلنا صفا واحدا نستطيع بهذه الوحدة بكل نخبنا السياسية بكل أحزابنا بكل فصائلنا، نستطيع وكما يحدث اليوم عندنا في بلادنا في فلسطين، هنالك وحدة للمقاومين الذي يقاوم بالسكين وبالطلقة وبالصاروخ، يشكل وحدة مقاومين في وطننا المحتل. هي درس لنا أن نكون متحدين حتى نحقق الانتصار مع إيماننا الأكيد. ونقول لإخوتنا في الائتلاف، في ائتلاف 14 فبراير
في البحرين، نقول لكم عندما يسقط هذا الكيان الصهيوني ويزول تسقط تيجان المملكة.